يسعد صباحكم على القاهرة الإخبارية، وإن شاء الله النهاردة في صباح جديد الحقيقة هناخدكم سريعا كده خلال الساعة لأكتر من موضوع، أكتر من ملف. واحدة من الملفات اللي احنا عايزين نبدأ بيها يومنا الحقيقة متعلقة بالطقس. عادة احنا لما بنتناول فكرة أحوال الطقس، الجو برد، الجو حر، التوقعات وإلى خلاف، ولكن ممكن أضرار تحدث من الطقس توصل لأن هي تبقى أضرار جسيمة، وده الحقيقة اللي حاصل في الهند. علشان كده احنا حبينا نسلط الضوء على الأضرار الجسيمة للطقس السيء في الهند اللي للأسف أودت بحياة عدد كبير من الأشخاص. هنعرف أسبابه وهل مكمل، ده هيبقى جزء من حوارنا النهاردة. كمان بمناسبة اليوم العالمي للسكان اللي بيوافق 11 يوليو النهاردة من كل عام، هنناقش برضو أهم التحديات، أو بمعنى أصح المؤسسات الدولية شايفة التحديات المتعلقة بالسكان في مختلف دول العالم عاملة إزاي؟ هل ما زالت هي؟ هل في تحسن؟ ده برضو هنناقشه. طيب هنكون النهاردة برضو في حضرة المعرفة والكتاب والقراءة، لأنه الدورة 18 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب هينطلق غدا، وبالتالي احنا محتاجين نتعرف على ربما أهم الأجندة أو أهم النقاط اللي هتطرح خلال المهرجان. العديد من القضايا هتتناقش إن شاء الله في معرض الكتاب في إسكندرية، من أهمها الذكاء الاصطناعي اللي أصبح موجود بأنماط وأشكال مختلفة في حياتنا، بيتغلل إلى يعني مجالات مختلفة. وكمان هيبقى عندنا فرصة ان احنا نشوف برضو اخر الاستعدادات اللي خاصة بالحدث السياحي والثقافي والترفيهي الاهم في منطقة الشرق الاوسط، مهرجان العالمين الجديدة. وهنختم من خلال جولتنا اليومية في اهم صحف العالم، هنتوقف النهاردة في لبنان مع نظرة خاصة لاهم عناوين الصحف في لبنان. فقرات يا رب ان شاء الله تحوز على رضاكم وعجبكم في صباح جديد. خليكم جاهزين. نبدأ أولى فقرات صباح جديد، هنتعرف على حالة الطقس وأهم الظواهر المناخية اللي بيشهدها العالم. خليكم معنا. البداية من مصر، وهيسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء مع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة من اليوم. في السعودية التوقعات بتشير إلى أنه الطقس هيكون حار نسبيا في المناطق الجبلية، وهيكون شديد الحرارة في باقي المناطق مع وجود فرص لسقوط الأمطار الرعدية من بعد الظهر على أجزاء من المملكة مع نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة. أوروبيا هنروح للعاصمة الفرنسية باريس، واللي بيتوقع أن يكون الطقس هناك النهاردة معتدل نهارا مع وجود فرص لسقوط أمطار رعدية، وفي الليل بتتكون غيوم متفرقة على بعض المناطق مع استمرار للأمطار الرعدية.
واحدة من الموضوعات اللي شاركنا حضراتكم فيها في مقدمة الحلقة النهاردة هي الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند اللي أودت في حياة ما لا يقل عن 29 شخص وخلت الوصول في حالة من التعثر أو من الصعوبة في كثير من المناطق بعد ما الأمطار دمرت العديد من الجسور وأصبحت ولاية هيماشال براديش المنطقة الأكثر تضرراً بعد ما تضررت العديد من المباني والجسور بسبب المياه والانهيارات الأرضية اللي أودت أو اللي دمرت كثير من البنى التحتية هناك. وأعرب رئيس حكومة ولاية هيماشال براديش عن حزنه العميق على الضحايا مؤكدا أن حكومته تقوم بكل ما في وسعها لمعالجة الوضع في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار. للمزيد من المعلومات بينضم إلينا من نيو دلهي دكتور وائل عواد خبير الشؤون الأسيوية. أهلا بحضرتك في صباح جديد. في البداية عايزين نقف عند حجم الأضرار التي تشهدها الهند جراء الأمطار الموسمية الغزيرة. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. لا شك بأن الهند أكثر الدول متضررة من الأمطار الموسمية، خاصة أربع ولايات شمالية هندية، ولاية هيماشل براديش وأندرا براديش وأيضا أوتر براديش وهريانا والعاصمة دلهي، حيث بدأت ارتفعت نسبة القتلى إلى حوالي 46 شخصا وعدد كثير من المفقودين، بالإضافة إلى المياه الغزيرة. وحسب الأرصاد الجوية فإن هذه الأمطار تفاقت التوقعات لأكثر من 40 عاما في شبه القارة الهندية، وأن هطول الأمطار الموسمية تجاوز الأمطار الرسمية أكثر ب 100 و120% عما كان متوقعا. لذلك يمكن أن نقول أن حجم الأضرار قد ارتفع بشكل كبير، والانزلاقات الأرضية وأيضا جرف المياه للجسور والبيوت والسيارات والعربات الأخرى دليل على أن هذه الأمطار وهذه المناطق الخطرة للأنهار الهندية بدأت تزداد، دليل على أن الأوضاع قد تسوء خلال 24 ساعة المقبلة. طيب دكتور وائل، لماذا هناك ربما يعني تغير شديد أو تطرف شديد في حالة الطقس في الهند ربما يعني فاقت التوقعات كما ذكرت؟ طبعا فاقت التوقعات، هناك من يرصد هذه الظاهرة بسبب التغيير المناخي الذي يضرب جميع الكرة الأرضية، والهند أحد الدول المتضررة بذلك. لكن نحن في حقيقة الأمر نتوقع هذه الأمطار الموسمية في الهند بشكل مواظب، ولكن هذه الأمطار الغزيرة كانت مفاجأة حتى للمسؤولين الهنود، دليل على أن التغيير المناخي بدأ يؤثر بشكل كبير على الطبيعة في الهند. ولهذا السبب مركز الأرصاد الجوية يؤكد أن الإجراءات التي تتخذها والفرق الإنقاذ التي تقوم بعمليات الإنقاذ كانت أقل بكثير عما كان متوقعا. لذلك أنا أعتقد أن التغيير المناخي هو السبب الرئيسي وراء هذه الموجة الجديدة من هذه الأمطار الموسمية. طيب إلى أي مدى ستستمر هذه الأمطار أو هذا الطقس السيء في الهند؟ طبعا المسؤولين الهنود حذروا الأهالي بعدم الخروج خارج المنازل والبقاء داخل المنازل بالتوقع، لأن هناك خلال 24 أو 48 ساعة المقبلة ستبقى كمية الأمطار غزيرة والفيضانات ستزداد مع ارتفاع نسبة الخطورة للأنهار الهندية وانسياب المياه، خاصة في العاصمة دلهي وأيضا في ولاية هيماشل براديش. وقامت السلطات في معظم هذه الولايات بأيضا إيقاف المدارس والجامعات وعطلت هذه المؤسسات الحكومية لضمان أقل نسبة من الخسائر، بالإضافة إلى قيام فرق الإنقاذ من الجيش الهندي والبحرية والجوية بعمليات إنقاذ الكثير من المنكوبين، وهناك أكثر من 400 سائح أيضا في ولاية هيماشل براديش، لأنه كما تعلم الآن في هذا الوقت من العام دوما هناك سياحة في المناطق الشمالية الهندية بسبب موجة الحر التي تجتاح الهند. ولكن هذه الأمطار الغزيرة أدت إلى انعزال أكثر من 400 سائح في هذه المناطق، تحاول السلطات الآن إنقاذهم.
وبالتالي مرحلة الخطورة لم تنتهي بعد، والتوقعات ربما قد تتفاقم. ونحن الآن في العاصمة دلهي، نعم الأمطار لم تسقط بعد منذ الصباح، سقطت منذ الصباح الباكر، لكنها الآن في نتوقع أن يكون هناك هطولا غزيرا بعد أقل من ساعة من الآن. طيب دكتور وائل، ونحن نتابع وإياك هذا التطرف في الطقس في الهند وحالة الأمطار وهطول الأمطار والفيضانات، هل هذا يعزز من المطالبة بربما دعم البلدان التي تمر أو تعاني من هذه الظواهر المناخية المتطرفة، وفكرة ربما يعني بناء أو تعزيز القدرات الخاصة بالتكيف والتصدي لهذه التغيرات المناخية والتي ربما نادت بها القمم المناخية آخرها قمة المناخ بشرم الشيخ؟ هي في الواقع ليست مناطق محظورة في بعض الدول العالم، لكنها ظاهرة عالمية. كما تعلم قضية تغيير المناخ لا تقتصر على بعض الدول، وهناك مطالبة بموقف جماعي لجميع الدول العالم لمواجهة ومجابهة هذه التحديات التي تضر بالإنسان الرجل البشري، باعتبار أن هذه الأضرار هي أضرار للعالم، وبالتالي العمل مستمر لتكثيف الجهود من خلال استخدام الطاقات البديلة أولا، ومن خلال البناء الحديث ومنع الانزلاقات، ومن خلال توفير البنى التحتية القادرة على حمل مثل هذه البنايات والأعمدة لمنع الانزلاق والهبوط لهذه المساكن. وبالتالي عندما نتذكر الاجتماع الأخير مع وزيرة الخزانة الأمريكية والمسؤولين الصينيين، كان هناك تأكيد أيضا من قبل البلدين على ضرورة أن يكون هناك دعما واضحا للدول الفقيرة أو بالمال التي تقوم بمحاولة معالجة قضية المناخ. المسألة هنا أن مسألة الانزلاقات الأرضية والفيضانات تجتاح ليس فقط الهند، جنوب آسيا، جنوب شرق آسيا، نعم، أفريقيا، كما ذكرت أعتقد الكثير من البلدان التي ربما هي مدن ساحلية تعاني من هذا التطرف في التغيرات المناخية. ونؤكد من خلال يعني معلوماتك أو مداخلتك هي ضرورة دعم المدن الأكثر تضررا من الظواهر المناخية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وائل عواد خبير الشؤون الآسيوية، كنت معنا من نيودلهي، شكرا جزيلا لك. هنتابع مع حضراتكم درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.
وصلنا لختام فقرتنا الجوية، هننتقل مع حضراتكم في جولة جديدة مع أهم الأخبار والملفات التي تناولتها الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية. البداية من موقع القاهرة الإخبارية التي سلطت الضوء على الحدث الترفيهي والسياحي والثقافي الأهم في الشرق الأوسط، حيث تستعد مدينة العالمين الجديدة بمصر لاستقبال ما يصل إلى 1,000,000 زائر من جميع أنحاء العالم العربي خلال فعاليات مهرجانها الترفيهي الضخم الذي من المقرر إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة لتسطر مصر صفحة جديدة من صناعة الترفيه. وإلى صحيفة البيان الإماراتية، حيث كشفت لوحة متابعة سكان العالم التابعة للأمم المتحدة أن دولة الإمارات تأتي ضمن 6 دول فقط حول العالم التي لديها 50% أو أكثر من النساء من إجمالي أعضاء البرلمان. ويشدد تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حالة سكان العالم لعام 2023 على أهمية تمكين النساء والفتيات، الأمر الذي يساهم في ازدهار حياة النساء وحياة أسرهن. وجاءت نتائج التقرير تزامناً مع إحياء الأمم المتحدة اليوم 11 يوليو، اليوم الدولي للسكان المعني بالتركيز على أهمية قضايا السكان في العالم. نتحول الآن إلى مدينة فيلنوس لمتابعة كلمة للأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ. لاستدامة وإطالة دعمنا لأوكرانيا، أنا واثق أيضا أنه فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا ستعمل دول الأعضاء على إعادة التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح دولة كاملة العضوية. بيننا تابعنا هذا الجانب خلال One was to step up practical support, not least to have a multi-year program to ensure that Ukrainian forces become fully interoperable with NATO forces. That's the first element. The second element is to strengthen the political ties with establishing the NATO issue. And that was a package of 3 elements. One was to step up practical support, not least to have a multi-year program to ensure that Ukrainian forces become fully interoperable with NATO forces. That's the first element. The second element is to strengthen the political ties with establishing the NATO Ukraine. وتابعنا كلمة لينس ستولتنبرغ رئيس حلف الأطلسي ناتو،
من هذا البث المباشر ننتقل مرة أخرى إلى موضوعات صباح جديد والمزيد حول ما يخص يعني التحديات التي تواجه العالم من حيث تزايد أعداد السكان. ينضم إلينا من القاهرة دكتور مجدي خالد شرف الدين، خبير إقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان. أيضا أهلا بك دكتور في صباح جديد. وإذا ذهبنا سريعا إلى التقارير التابعة للأمم المتحدة، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8,600,000,000 نسمة في عام 2030، وتصل هذه الأعداد إلى 9,800,000,000 نسمة في عام 2050. كيف يمكن مواجهة هذه الزيادة الكبيرة في تعداد السكان؟ صباح الخير. طبعا التقرير بيلقي الضوء على الوضع السكاني العالمي، وده تقرير بيطلع كل سنة في نفس التوقيت. فإحنا دلوقتي هذه الزيادة السكانية تمثل برضو يعني تحدي كبير لتوفير الموارد والخدمات لأعداد السكان المتزايدة. طبعا بيختلف من دولة لدولة حسب الوضع السكاني والوضع الاقتصادي فيها، لكن بصفة عامة الأمم المتحدة بتلقي الضوء على أن هذه الزيادة السكانية بتحرم المواطنين في كثير من الدول إلى أنهم يبقى عندهم فرصة أفضل في الحصول على خدمات صحية، الحصول على الموارد الغذائية. كل الخدمات بتبقى في صعوبة لما يكون في زيادة سكانية مفرطة. على الدول بقى اللي هي عندها الزيادة السكانية لا تتناسب مع النمو الاقتصادي بتاعها، ان هي يكون عندها سياسة سكانية تضبط النمو السكاني بحيث تقدر تحقق الرخاء المطلوب وتحقق أهداف التنمية المستدامة. طيب دكتور، ما هي الدول التي تساهم بالنصيب الأكبر في يعني تعداد أو في زيادة التعداد السكاني؟ هل ما زالت هي نفس الدول أم هل هناك تغير في المشهد جغرافيا يعني؟ يمكن هو ما زالت نفس الدول، ولكن قد تكون يعني الصين طول عمرها هي المتصدرة الزيادة السكانية واللي بتصب زيادة سكانية على مستوى العالم، لكن يمكن الهند في الفترة اللي جاية هتاخد الصدارة. ولكن احنا عندنا الدول اللي فيها زيادة سكانية بتؤثر بشكل كبير على النمو السكاني في العالم، في الدول في القارة الإفريقية وفي برضو الدول الأسيوية. يعني احنا عندنا من القارة الإفريقية مثلا نيجيريا، إثيوبيا، مصر، في الدول الأسيوية الصين والباكستان والهند، الولايات المتحدة جاية في مرتبة متأخرة نمرة 6 تقريبا على مستوى العالم. فدي الدول اللي هي برضو ما زالت معظم النمو السكاني جاي منها. فبالتالي هذه الدول يعني لو شفت للوضع الاقتصادي فيها هتحس ان هي تملي هناك يعني نوع من التعثر. فلازم يكون في سياسات تضبط النمو السكاني لتحقيق العائد الاقتصادي المطلوب. نعم، ربما يظل هذا تحدي كبير بالنسبة للمؤسسات الدولية والإقليمية في رفع التوعية وربما دعم الدول بأشكال مختلفة يعني الحد من هذا التزايد المستمر في تعداد السكاني حول العالم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي خالد شرف الدين، خبير إقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. نستكمل فقرتنا الصحفية ونذهب لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث يستعد حلف شمال الأطلنطي نيتو لعقد قمة حاسمة في ليتوانيا اليوم. الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء المجري فيكتور وربن يعوقان انضمام السويد إلى حلف النيتو. ونذهب لصحيفة الوطن المصرية، حيث تستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق الدورة 18 من معرضها الدولي للكتاب غدا، ويستمر حتى 26 من يوليو. والدورة تقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.
للمزيد ينضم إلينا الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. أهلا بك دكتور، يعني بعد التحية ومبروك مقدما يعني المهرجان أو المعرض، هو مهرجان المعرفة كما يعني أود أن أوصفه، ولكن المعرض يعني يوم بعد أو عام بعد عام يزداد يعني بريق في الوطن العربي. ربما لو تطلعنا على الخريطة الخاصة بالدورة 18 من معرض مكتبة الإسكندرية لهذا العام. أنا بشكر حضرتك على الاهتمام بالمعرض، لأنه بالفعل يتحول إلى مظاهرة ثقافية تانية، يعني بتنضاف للمهرجان الكبير المعرض الدولي المصري اللي بيقام في شهر في أول العام في شهر يناير فبراير. المعرض بتاعنا بيقام دائما في شهر يوليو، من يستمر يفتتح غدا ويستمر لمدة 15 يوم. المعرض استطاع ان هو يستقطب حوالي 76 دار نشر من مصر ومن الوطن العربي. طبعا احنا بنشتغل بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب، وعندنا دور نشر من الكويت ومن الامارات ومن السعوديه. عندنا في المعرض يعني فكره هايله جدا، وهي ان احنا عاملين قسم كبير جدا اللي بيع الكتب القديمه، مسمينها سور الازبكيه. سور الازبكيه بنسمح لدور النشر ان هي تعرض بجانب العروض اللي هي عاملاها بالفعل في بيع الكتب الحديثه، بتبيع كثير من الكتب القديمه، وده بيبقى عليه اقبال كبير جدا جدا، بجانب العروض يعني عرض الكتب. ويعتبر احنا بنعرض كمان شغل المكتبه، عندنا عدد كبير جدا من الكتب في المكتبه، وبنعمل تخفيضات كبيره للمكتبه. المعرض مفتوح دون تذاكر، يعني الجمهور يدخل المعرض يعني مجانا، فري لكل اي حد، كل الاعمار سواء كان اطفال او كبار بيدخلوا مجانا المعرض. المعرض في الوجه الاخر بقى للمعرض عندنا حوالي 100 نشاط ثقافي خلال ال 15 يوم. يعني انا بالامس كنا بنستعرض البرنامج الثقافي اللي موجود في المعرض، واحصينا عدد الانشطه التي سوف تقدم، لانها حوالي 100 نشاط بتتراوح ما بين ندوات ثقافيه عامه بتتناول قضايا عامه، بمناقشات لكتب، استضافه الناس، بعض الناس الذين حصلوا على جوائز الدوله. يعني مثلا عندنا مستضيفين حتى خاصة اللي رشحتهم مكتبة الإسكندرية، عندنا الدكتور علي الدين هلال وصلاح سالم وهاني شنودة وغيرهم من الدكتور السعدي، كتير من اللي حصلوا على جوائز الدولة. عندنا أمسيات شعرية كبيرة جدا، هنبدأ أول افتتاحية يوم الخميس باستضافة الشاعر الكبير أحمد أستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، وهو طبعا يعني مبسوط جدا بقدومه إلى الإسكندرية، وإن هو هيشارك في الندوة الافتتاحية التي سوف تعقد يوم الخميس صباحا في الساعة 12:00، وتترى بعد ذلك الندوات في المساء. يعني ونستضيف الأستاذ محمد سلماوي أيضا سوف يقدم ندوة. عندنا في المسيات شعرية كثيرة جدا، مناقشات لروايات كثيرة جدا، استضافة خاصة الروائيين الشباب عشان الناس تتعرف عليهم وتتعرف على شغلهم، مناقشات لكتب صدرت حديثا، مناقشات بكثير من الاعمال التي يعني لها صدى على المستوى الوطن العربي. بيشارك ايضا في هذه الامسيات بعض المثقفين العرب، لان بتستضيفهم دور النشر العربيه اللي هي عامله العروض. عندنا يعني بالفعل موسم ثقافي هايل جدا جدا جدا، زي ما بقول لحضرتك حوالي 100 نشاط متنوعة ما بين الندوات الثقافية والندوات الشعرية والمناقشات في الكتب. هذا المعرض بينتهي في آخر الشهر، قرب آخر الشهر بنبدأ في شهر أغسطس بنبدأ المهرجان الفني للمكتبة، بيبدأ 3 أغسطس وبينتهي إلى آخر أغسطس. ده بقى بيقدم الوجه الفني الجمالي الموضوع. بننتقل بقى من القراءة والاهتمام بالكتاب في شهر يوليو إلى الاهتمام بقى بالفن والموسيقى والسمفونيات والأوركسترا. المكتبة تعزف ونستضيف كثير من الفنانين والفرق الموسيقية والفرق المسرحية تعمل عروض في المكتبة. فطبعا
مكتبة بالفعل كما ذكرت حضرتك هو بالفعل مهرجان كبير. يعني وإحنا بندعو أبنائنا في مصر الشباب والأسر المصرية أن هم يزوروا المكتبة في هذا الوقت، خاصة المصطفين منهم في مدينة الأسكندرية، ويطلعوا على كثير من الكتب اللي موجودة في المعرض ويقتنوا بعضها إذا انشاءوا. يعني الحقيقة يعني معرض غني بفقراته وأنشطته، 100 نشاط ثقافي، فقرات ترفيهية، الدخول مجانا، معرض أو ركن خاص بالكتب القديمة تحت مسمى سور الأزبكية. الحقيقة يعني متوقع أن يشهد هذا المعرض إقبال كبير لتنوعه ولهذا الإرث الذي يعني يتوارثه جيل بعد جيل. أشكرك شكرا جزيلا ومزيد من النجاح إن شاء الله دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في هذا المعرض لهذا العام. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، شكرا لك. هنكمل مع حضراتكم باقي أخبارنا في جولتنا في الصحافة، وهنروح لصحيفة الشرق الأوسط، حيث طالب لبنان بإجراء ترسيم للحدود البرية مع إسرائيل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعة وتلال كفر شوبة. الصحيفة أوضحت أن المطالبة اللبنانية جاءت ردا على المطالب الإسرائيلية بإزالة خيمتين لحزب الله نصبهما في منطقة حدودية بمزارع شبعة. وللمزيد من أخبار لبنان وقراءة في عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ينضم إلينا من بيروت زميلي أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. صباح الخير يا أحمد. وفي البداية لو نذهب إلى مطالبة لبنان بترسيم الحدود البرية مع إسرائيل. صباح الخير عليك وصباح الخير على جميع مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان. صباح جديد من العاصمة اللبنانية بيروت. الحقيقة أن هذا المطلب أو هذا الموضوع هو المنشط الرئيسي لجميع الصحف اللبنانية اليوم، حيث التفاصيل في هذا الموضوع أن اليونيفيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تقدمت أو ذهبت في لقاء مع رئيس الحكومة بالأمس نجيب ميقاتي بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، وتقدمت بطلب رسمي يحمل وجهة نظر إسرائيل بضرورة إزالة خيمة منصوبة على الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما رد الجانب اللبناني بالمطالبة بانسحاب إسرائيل الكامل من القسم الشمالي لبلدة الغجر والذي تم ضمه مؤخرا لسيطرة الجيش الإسرائيلي. أيضا أعلن وزير الخارجية اللبناني أن لبنان سيتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بانسحاب إسرائيل من قرية الغجر، وتزامن ذلك أيضا مع تصريحات لرئيس مجلس النواب نبيه بري والتي دعا فيها إلى ضرورة الانسحاب الفوري من القسم الشمالي لبلدة الغجر، بالإضافة إلى إزالة التعديات التي تمت مؤخرا في بلدة كفر شوبة وعدد من المناطق على الحدود اللبنانية التي تشهد حالة من التوتر على مدار الأسابيع الماضية بسبب التحركات الإسرائيلية الغير معتادة في هذا التوقيت أيضا تحديدا، من خلال إنشاء عدد من الطرق أو إنشاء سياج حدودي أو سياج خرساني في هذه المناطق. فكل هذه الأمور تجعل الحدود اللبنانية الجنوبية في غاية التوتر، وهو ما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى التصريح لجريدة نداء الوطن اليوم، ويقول مستعدون لترسيم كامل حدودنا الجنوبية، وهذه خطوة من حكومة أو خطوة غير مسبوقة من الحكومة اللبنانية، ودعوة إلى التفاوض على الحدود البرية مثلما أنجز لبنان وإسرائيل اتفاقا تاريخيا لترسيم الحدود البحرية في أكتوبر الماضي. فهل سيفتح هذا التصريح أو هذا الموقف مجالا للحديث عن مفاوضات ترسيم حدود جنوبية بين لبنان وإسرائيل أم لا؟ هذا ما سننتظره خلال الساعات أو ربما الأيام المقبلة. طيب لو نذهب إلى تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد أنه لا بديل عن التوافق والحوار لانتخاب رئيس جديد للبلاد، رافضا ما يسمى بتغيير نظام الحكم في لبنان. هل هذه التصريحات لقت أذانا صاغية؟ للأسف هذه أو الدعوة للحوار هي دعوة متكررة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي المقابل هناك رفض تام لهذا
الحوار. ولذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري في اجتماع أمس مع نقابة المحررين الصحفيين قال أنه يعول كثيرا على المهمة التي يقوم بها المبعوث الفرنسي الخاص للبنان في تقريب وجهات النظر، وقال أنه يتوقف أو عودته مرة أخرى إلى بيروت الأسبوع المقبل ستحدد ما إذا كان سيكون هناك دعوة منه للحوار أم دعوة جديدة لانتخاب لجلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولكن يبدو من كلامه أن سبل الحوار الداخلي والحلول الداخلية في لبنان قد وصلت إلى طريق مسدود، ولا أمل ولا فرصة للحوار حول هذا الملف خلال الفترة المقبلة إلا بتدخل خارجي، وهو قد بدأ بالفعل من خلال الزيارة التي قام بها المبعوث الفرنسي قبل أيام إلى العاصمة بيروت. ولكن هل سيعود المبعوث الفرنسي بوجهة نظر أو برؤية لحل هذا المأزق أم لا؟ أيضا يعول لبنان كثيرا على هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، وأكده رئيس مجلس النواب في تصريحاته نعم. بالأمس. طيب في الختام، هل حكومة تصريف الأعمال ستكون قادرة على تعيين حاكم جديد لمصر في لبنان؟ نعلم أن النائب سيشغل هذا المنصب حتى تعيين حاكم جديد. بالتأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال أعلنها صريحة أنه لا تعيين ولا تمديد لحاكم مصر في لبنان، ورغم أن هذا الأمر مثار خلاف بينه وبين الرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرى أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الاتفاق في الأخير على أن يتولى نائب أو النائب الأول لحاكم مصر في لبنان مسؤوليته. ولكن كان هناك بيان مفاجئ من النواب الأربعة لحاكم مصر في لبنان دعوا فيه إلى الإسراع في تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي في 31 يوليو الجاري، ولكن هذا البيان قوبل بانتقاد شديد من الحكومة اللبنانية لأنهم لوحوا بفكرة الاستقالة، وهو ما قد يحدث فراغ في السلطة المالية بشكل كامل في الدولة اللبنانية، وقد يصل بالعملة إلى مصير لا أحد يمكن أن يتكهنه. الأمور تسير الآن في اتجاه إقناع النائب الأول لحاكم مصر في لبنان بتولي المسؤولية مؤقتا لحين تعيين أو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا هو ربما الخيار الأقرب للتنفيذ حتى الآن. نعم، يعني عناوين وموضوعات غاية في الأهمية طرحتها أحمد بكل تفصيل. أشكرك شكرا جزيلا أحمد سجاب رئيس القاهرة الإخبارية على كل هذه المعلومات، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك. نروح لموضوع آخر يخص العمل التطوعي، وما أجمل العمل التطوعي. الحقيقة فرصة لاكتساب المهارات والمساهمة في أعمال مختلفة في قطاعات مختلفة. أهم الأعمال اللي ممكن يقوم بها الشخص عمل تطوعي، خاصة لو كان العمل ده جمعي بيشارك فيه المجتمع كله، وده اللي بيعمله مطعم عزوتي اللي موجود في العاصمة الأردنية عمان. في أحد أزقة عمان القديمة سيلفت انتباهك اسم يمثل أجمل قصص الإنسانية. مطعم عزوتي يفتح أبوابه يومياً لتأمين طعام لكل محتاج من خلال توفير سعر الوجبة لشخص آخر لا يقدر على شرائها، ليصبح مقصداً لكل من ضاقت به السبل. مطعم قائم على عازم المعزوم، مش الغني والفقير أو المعه أو ما معه، العازم المعزوم. العازم هو الشخص الذي يقوم ويقدر على إشراء وجبات إله ولا شخص ثاني، والمعزوم الشخص الذي يستحق هاي الوجبة. فهاي الفكرة نحاول نوصلها أنه إحنا العدالة الاجتماعية بتكون في أوجها من خلال العازم والمعزوم. اللي بميز عزوتي اللي هم صراحة المتطوعين اللي هم شباب وصبايا بحجم البلد، هم بسهلوا عملية العزايم وما بين العازم والمعزوم وحتى كمان إدارة المطعم بشكل كامل. 9 سنوات ومطعم عزوتي يهتم بدعم كل محتاج وزرع فكرة التطوع والشعور بالآخر، واليوم سطع اسم عزوتي ليس فقط في العاصمة عمان ولكن على مستوى العالم. أول ما إجيت تطوعت هون بعتت مسج على موقع التواصل الاجتماعي إني حابة أتطوع معهم بناء إنه شفت هذا المكان بيقدم خدمة للمجتمع، وبعد هيك شفت إنه موقع التواصل الاجتماعي كانت شوي ضعيفة عندهم، فحكيت لهم حابة أمسك التواصل الاجتماعي، وبالفعل صرنا نصور كل إشي بنشتغله، الإيفنتات اللي إحنا بنعملها. كان قبل إنه بنشتغل بس ما في حدا بيعرف شو عنا بنعمل يعني. تطوع مطعم عزوتي بالأساس أصلاً هو بيقدم وجبات طعام، وأنا تخصصي شيف، يعني أنا بالأساس شيف بدرس فنون الطهي، فوظفت هذا الإشي بإني أنا أطبخ الوجبات اللي بتطلع للناس المحتاجة.
مشروع يأمل بأن يصل إلى كافة المحافظات لدعم المحتاج وإشراك المجتمع في العمل التطوعي، طموح جعل هذا المكان سفيراً للعطاء والحب. هو مطعم ملك لكل الأردنيين، هكذا يلقبه مرتادوه، وبالرغم من صغر حجمه إلا أن إنسانيته تعدت حدود المكان، واليوم هو كبير في عيون مالكي مطعم عزوتي. من عمان آية السيد، هنا القاهرة، عاصمة الخبر. ريحة الأكل وصلت، وبما أننا في الأردن أعتقد المنسف سيكون حاضر في هذا المطعم، وعزوتي أعتقد بالمصري كمان معناها أهلي وناسي، فهو يعني الاسم على مسمى، ودايما المجتمع سواء الأردني أو المجتمع العربي معروف بكرمه ويعني بأخلاقه، ودي حقيقة مبادرة جميلة جدا. بشكر زميلتي آية على تسليط الضوء عليها. خلونا نروح لموضوع آخر، لأنه نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري احتفالية كبيرة لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، وده كان في مسرح المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط الجديدة. الاحتفالية شهدت تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان بعد ما تم تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس. يتضافر الفن بالثقافة داخل مسرح المتحف القومي للحضارة بالعاصمة المصرية القاهرة. أقيم الحفل 12 لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، الذي شهد تكريم الشخصيات البارزة في المجال الدرامي. اللجنة الفنية دي بتضم شخصيات من المثقفين والفنانين وخلافه والنقاد، وبفضله ما بين الأعمال اللي هي تمت في شهر رمضان، وأفضل هذه الأعمال ارتباطاً بحقوق الإنسان، تتناول أحد القضايا الهامة اللي بتهم الشعب المصري وكيفية معالجتها. أنا طبعاً سعيدة جداً بالتكريم ده، وأنا بشكرهم جداً لأنهم فكروا إنهم يكرمون. تقييمات الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان بتأثيراتها المجتمعية، والتي شهدت تكريم أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كمسلسلات تحت الوصاية وعملة ندرة ورسالة الإمام، أشرفت عليها لجنة الحقوق الثقافية بمشاركة متخصصين في مجال النقد الفني. سعيد بوجودي اليوم بهذا التكريم لمسلسل رسالة الإمام. الحقيقة يعني الوقوف اليوم بتكريم بعمل بمصر هذا موقف مهم بالنسبة إلي، كان تحدي كبير للعمل الأول في مصر، كان مشروع مؤجل إلى أن التقيت بمشروع صعب وكان في مسؤولية كبيرة مثل مشروع رسالة الإمام. المجلس القومي لحقوق الإنسان منظمة مصرية مستقلة تأسست في أوائل الألفينيات لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في مصر من خلال بروتوكولات التعاون والأنشطة والفعاليات التي تتناسب مع رؤيتها. الدراما الرمضانية لعام 2023 قدمت في قالب إنساني أعمالاً لمست حياة المواطنين وساعدت على نشر قيم ثقافية وساهمت في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان. من العاصمة المصرية سلسبيل سليم، هنا القاهرة، عاصمة الخبر. الحقيقة دايما صناع الأعمال الدرامية اللي ليها طابع أو بتناقش قضايا حقوق الإنسان، الحقيقة الدعم والتكريم اللي من نوع ده بيبقى أفضل حافز للاستمرار، ودايما تقديم الأعمال اللي تحث على يعني حماية حقوق الإنسان الحقيقة دور محمود. خلونا نروح لختام يعني فقرتنا أو ختام حلقتنا النهاردة، نتعرف على آخر الاستعدادات لانطلاق الحدث الترفيهي والسياحي والثقافي الأهم في الشرق الأوسط، مهرجان العالمين، الحدث اللي أعتقد الكثير ينتظره والكثير سيذهب إليه. تعالوا نشوف التقرير.
الحقيقة احنا مش هنروح لتقرير، احنا هنروح بصوت وصورة مباشرة من مدينة العالمين الجديدة مع زميلتي نورهان عجيزة مراسلة القاهرة الإخبارية. صباح الخير نورهان، وأكيد الأجواء اللي انت عايشاها اليومين دول ما تتكررش. وصف لنا كده الأجواء قبل انطلاق مهرجان العالمين الجديدة. صباح الخير يا جاد، وصباح الخير على مشاهدي القاهرة الإخبارية. صباح الخير من مدينة العالمين الساحرة. يعني يفصلنا أقل من 48 ساعة عن انطلاق مهرجان العالمين في دورته الأولى يوم الخميس المقبل 13 من يوليو، المهرجان الأكبر والأحدث في برنامج المهرجان الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط والمنطقة العربية. الحقيقة أن الاستعدادات بتبشر بمهرجان عالمي وكرنفال ترفيهي مختلف وموسم صيف حيوي وسياحة شاطئية ممتعة لكل زوار مدينة العالمين. تأتي الاستعدادات في إطار تحضير الشواطئ وتحضير ممشى العالمين السياحي للفعاليات الترفيهية المقرر انعقادها في المهرجان. وأيضا يعني تم الإعلان عن مشاركة نجوم الوطن العربي في الحفلات الغنائية المقرر انعقادها في المهرجان، من ضمنهم النجم الميجا ستار تامر حسني والفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم. وينتظر جميع الزوار والحضور في مهرجان العالمين هذه الحفلات. وبالفعل بدأ حجز التذاكر لهذه الحفلات الغنائية. هايل. طيب لو نتكلم شوية عن المؤتمر الصحفي اللي مفروض هيعقد النهاردة، ايه اهم المعلومات ربما عن ابرز العروض الترفيهية، او يعني ايه اللي احنا هنتعرف عليه او هنوصله من خلال هذا المؤتمر الصحفي؟ يعني من المقرر اليوم انعقاد المؤتمر في تمام الساعة الخامسة، ومن المتوقع التصريح والإعلان عن برنامج مهرجان العالمين، برنامج يضم 44 يوما من الفعاليات الترفيهية والبطولات الرياضية، 12 نشاطا رياضيا و12 نشاطا متنوعا بين مجالات الفن والرياضة والترفيه، مثل بطولة الجودو وبطولة البادل العالمية وبطولة يعني الكرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، وأيضا سباق سيارات وعرض طائرات RC، وانطلاق 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجة حتى العالمين الجديدة. كل هذه الرياضات سوف تتم بمشاركة 40 نجما رياضيا على مستوى العالم، ليكون مهرجان يضم فعاليات ترفيهية عالمية. أعتقد الصورة من خلفي تعكس جمال المشهد وتجذب جميع المتابعين لحضور مهرجان العالمين الذي سوف يعقد في أجواء مميزة. طيب نورهان، يعني أكيد أنت بتتمشي وبتقابلي الناس، انطباع الزوار سواء المصريين أو العرب أو الأجانب اللي موجودين في مدينة العالمين الجديدة؟ يوجد الكثير من الزوار المصريين والأجانب ومواطنين من دول عربية شقيقة ينتظرون ويترقبون هذا المهرجان، يترقبون هذه الفعاليات في شغف وفي نوع من البهجة والنشاط والحيوية والحماس لهذه الفعاليات والرياضات. الجميع يعني يريد أن ينضم إلى هذه النشاطات ويترقب مهرجان العالمين عالمين في شغف كبير. طب درجة الحرارة، الناس يعني طبيعة الأنشطة اللي الناس بتعملها خلال فترة النهار، هل أغلب الناس موجودة على الشاطئ؟ يعني ادلنا كده برضو نبذة أو جولة عن طبيعة الحياة في العالمين الجديدة. جميع الزوار في النهار يعني يستلقون في على ساحل الشاطئ في مدينة العالمين. في المساء يوجد العديد من الأنشطة الترفيهية، المطاعم يعني كثير من المطاعم تحتشد بالزوار من جميع الجنسيات الحقيقة، يعني من العرب والأجانب. يوجد عدد كبير وتفاعل كبير أيضا على الممشى السياحي العالمي في العالمين.
هذا الممشى الذي يبلغ طوله حوالي 14 مترا يضم العديد من المطاعم والأنشطة في استقبال الزوار. بشكرك شكرا جزيلا زميلتي نورهان عجيزة من مدينة العالمين الجديدة مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. يعني سحر وجمال ومفيش بعد كده الهواء والمية والمنظر الخلاب والفقرات الترفيهية السياحية الثقافية، يعني بكل أشكالها موجودة في مدينة العالمين الجديدة مع انطلاق هذا المهرجان، الحدث السياحي والثقافي والترفيهي الأهم في الشرق الأوسط. هنتابع أكيد فعالياته يوم بعد يوم. أعتقد كده خير ختام لحلقتنا النهاردة. يا رب إن شاء الله دايما حلقاتنا تكون عند حسن ظنكم. صباح جديد، هنحاول دايما نسلط الضوء على كل ما هو ربما يعني يبقى مهم أو يعني يبقى مفيد أو حتى معلومات عامة نحاول إن احنا دايما نقدمها لحضراتكم. بشكر شكرا جزيلا على طيب المتابعة. بكرة نفس الميعاد من 9 ل 10 صباحا بتوقيت القاهرة. صباح جديد من القاهرة، دايما عاصمة الخبر.